ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب أبلغت واشنطن بأنها ستضطر لإطلاق عملية عسكرية في لبنان ما لم يتم التوصل لاتفاق قريب يضمن إبعاد حزب الله عن الحدود. ونقلت الهيئة عن مصادر إسرائيلية قولها أن هناك ابتعادا هامشيا لعناصر الميليشيا من المنطقة الحدودية، إلا أنها لم تغادر إلى ما وراء نهر الليطاني. وأضافت المصادر أن تهديد إطلاق الصواريخ المضادة للدروع يتزايد. وبحسب هيئة البث، أعلن وزير الدفاع يوآف جالنت أن إسرائيل تفضل التوصل إلى تسوية في الجبهة الشمالية، غير أنها مستعدة للجوء إلى الخيار العسكري أيضا. بالمقابل، هدد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني بتوجيه صفعة كبيرة لإسرائيل إذا أقدمت على توسعة الحرب على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. מה קורה צדקת? שבת של אלעזר בן עזריה. תודה רבה, תודה רבה לכם. בשורות טובות. כל טוב, משה.